الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تم بحمد الله تعالى اليوم الموافق 2/14/2020 وصول الرسالة السابعة من لحوم الأضاحي وقدرها 3 طن، وذلك برفق فضيلة الشيخ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب مفتش عام بوزارة الأوقاف، ليصبح إجمالي ما تم إرساله إلى مديرية أوقاف المنوفية حتى الآن 22 طن، والمديرية في انتظار رسائل أخرى. وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الصادق البر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، سلمت اليوم مديرية أوقاف القاهرة يوم الاثنين الموافق 14/9 عدد 3 أطنان من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الإدارات الفرعية، حيث تقوم الإدارات الفرعية بتوزيعها على المستحقين، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإلى جميع العاملين بهذا المشروع، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله وتوفيقه تسلمت اليوم مديرية أوقاف الإسماعيلية 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي، ليصل ما يبلغ ما وصل إلى مديرية أوقاف الإسماعيلية 23 طن لتوزع على الإدارات الفرعية والمساجد الكبرى، يتم توزعها على الأسر أولى بالرعاية. حفظ الله مصر من كل شر ومكروه، وجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم مولانا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم الاثنين الموافق 14/9/2020 بمديرية أوقاف الشرقية تصل الدفعة 9 من لحوم صكوك الأضاحي إلى المديرية.